حلوه حلوه. ايه ايه تحيوات ايه دي فيها زيت بكميات هايله. برافو عليكي. ايه اللي فيها زيت؟ العينه اللي انت اديتها لي. طب انا عارفه بس بمتحن. ليه يا شيخه؟ اهلا امضى. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ يا اختي زهقتي بقى. زهقتي؟ وفكه شعرك؟ مش خايفه حد يشوفك؟ بس اطمن على نفسي، اصل ابتديت احس اني راجل بصحيح. معلش البسي وضبي نفسك عشان ننزل نتمشى على البحر شويه. انا هاخد المايو معايا. الله، ولما حد يطب علينا ولا بلاش احسن يفترسوني. تعرفي الواد فوزي ولو انه لمد انما وحشني قوي. هو الواد دمه خفيف بس حكاية التهيؤات دي ما دي اللي مخلية دمه زي الشربات. واحمد ماله؟ ايه رأيك فيه؟ صعبان عليا. ما هو ده أوله يا باشمهندس. طب حاول يا أوان. أوان البتاع. قومي 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 هتفضحينا يا باشمهندس. ايوه ما اطلع انا وقفها تلبسي باروكه. بسرعه يلا بسرعه. اواب يا باشمهندس حسن. ايش حالكم؟ ايه اللي جايبك هنا دلوقتي يا صبح؟ جاي اطل على الباشمهندس حسن. تطل عليا وبكر ابو بندقيه؟ ما صدقت راح القبيله. شد كان كل تمتع العين بنظر. ايه حكايتك يا بنتي؟ القلب رايدك يا باشمهندس. بتقولي ايه؟ القلب وما يعشق يا باشمهندس. الله الله، تلحقني يا ابو درش. اسمعي يا بنتي يا صبحه، احنا مش عايزين مشاكل. انت مش مخطوبه لبكر؟ مخطوبه له غصب وقلبي ما يهوى. طيب يا اختي وانا ذنبي ايه؟ ما بتعرف الحب من اول نظره يا حسن. عارفه يا اختي عارفه. وعد ومكتوب على الجبين اكون من نصيبك يا سي حسن وتنجبني من بكر وكسوته. درش الحكايه كبرت قوي. لوت يا صبحه يا بنتي، انت بتخرفي، عايزه توديها في داهيه. ثم تعالي هنا يا فضلي، حضرتك مش في بينك وبين فوزي جو؟ فوزي هو يريدني وانا ما اريده. يعني بيحبك كتير كتير يا ابو علي؟ انت جرالك ايه؟ انا عارفه. انا عارف، انا اتلخبطت خالص. يا صبحة يا بنتي ابوس ايدك ادرك جاكي تبعدي عنها. ما تسخطش فيها كده يا مصطفى، هي ذنبها ايه؟ الحب بيهد الجبال. قولي لي يا حلوة، ما تعرفيش طريق حتة مدرية عشان نستحمى فيها؟ اعرف مكان بعيد في الشجر، ما حدا يعرف له جرة، انا بتحمم فيه. طيب خديني وريني. يا ابو علي انت جرى عقلك ايه؟ ايه في ايه؟ انت ناسي انها بنت وانت راجل؟ يا خبر نسيت. يلا يا صبحة مع السلامة. مع السلامة. الله يسلم عمرك يا باشمهندس. الجامع وصل. ايه بنلعب؟ وكتبت لسيادتك التقرير.
تعال نقعد شوية. أنا بستغرب إزاي ما بعتوش العينة دي في مصر؟ ده كنز. العينة دي من بير قديم فحته الأمريكان وصرفوا عليه ملايين بدون نتيجة. مش ممكن. ده اللي حصل. ولما يأسوا منه ردموا سابوه. أيوة بس نتيجة التحليل إيجابية 100%. طب ليه ما نحاولش مرة تانية؟ أنا متأكدة، أنا متأكد إن إحنا هنوصل لنتيجة. مش جايز تكون لعبة من الأجانب ويكونوا ردموه عشان إحنا نهمله. والله أنا ابتديت أميل لرأيكم. أهو كده. عارفين لو نجحت العملية دي هتبقوا أنتوا أصحاب الفضل فيها وهتثبتوا وجودكم في الشركة بصحيح. هايل. تسمح تتقرب بقى وتدينا الإذن نروح نعمل رحلة استكشافية عند البير ده. أفتكر بعد الحماس ده كله ما أقدرش أرفض لكم طلب. بكرة الصبح تطلعوا رحلة جس. متشكرين. مع السلامة.